الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن البرزخ، برزخ البحار. نرى في هذه الصورة منطقة تفصل بين بحرين. هذه المنطقة تسمى البرزخ المائي. قد وجد العلماء لها خصائص تختلف عن كل البحرين على جانبيها مثل ما تلاحظون. وجدوا أيضا لكل بحر خصائص التي تختلف عن خصائص البحر الآخر. على الرغم من اختلاط ماء البحرين عبر هذه المنطقة، إلا أن كل بحر يحافظ على خصائصه ولا يبقى على البحر الآخر. هذه حقائق في علم المحيطات لم تكتشف إلا منذ سنوات قليلة جدا. صراحة ما نقول سبحان الله. لقد حدثنا القرآن عن هذه النقطة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبقيان، والله أعلم.